بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أولى حلقات مادة الفقه الحنفي، حيث نتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى الكلام في هذه الحلقات وما يتبعها عن أحكام الأسرة، ونتبعها بالحدود. نبدأ أولا بأحكام الأسرة، وأول ما نبدأ به في أحكام الأسرة هو الكلام عن النكاح. ونبدأ أولا بمقدمة عن النكاح، فنعرف هذا اللفظ في اللغة وفي الشرع، ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم هذا العقد ودليله وأحكامه. فنقول وبالله التوفيق بأن النكاح في اللغة معناه الضم والجمع، أما في الشرع فهو ضم مخصوص، ليس أي ضم ولا أي جمع، ولكن هو جمع مخصوص وضم مخصوص، وهو الوطء أو المعاشرة الزوجية. لفظ النكاح يستعمل حقيقة في الوطء أي في المعاشرة الزوجية، ولا يطلق على العقد إلا على سبيل المجاز. لكن كيف نعرف إذا كان هذا اللفظ مستعمل في الحقيقة أو في المجاز؟ هذا يتوقف على استقامة المعنى وعدم استقامته. فلو قلنا مثلا بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح، ما رأيكم؟ هل هذا اللفظ يستقيم أن يكون محمله على الحقيقة أو على المجاز؟ إنه يقبل أن يكون على الحقيقة، إذن يطل هذا في هذا الإطلاق يراد به الحقيقة، فيكون معنى الحديث ولدت من نكاح أي ولدت من وطء ومعاشرة زوجية صحيحة شرعية معترف بها، لا من وطء محرم وهو الزنا. ولا يراد به في هذه العبارة أو هذا الحديث عقد النكاح. لكن في قول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، لو أننا اعتبرنا أن معنى فانكحوهن أي ليكن لكم أن تطأوا النساء أي تعاشروهن معاشرة الأزواج بإذن أهلهن، يبقى معنى الآية لا يحل لكم أو ما ينفعش أن أنت تطأ زوجتك أو تجامعها مجامعة الأزواج تعاشر معاشرة جنسية إلا بعد أخذ إذن الأهل، وهذا المعنى لا يستقيم أبدا. إذن فبالتالي يصرف عن هذا اللفظ عن معنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو العقد، فيكون معنى الآية فانكحوهن أي اعقدوا عليهن بعد أخذ إذن أهلهن اللي هم الأولياء. وبالتالي نقول يتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إذا وجد صارف عن هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. نتكلم بعد ذلك أبنائي وبناتي عن حكم ودليل عقد الزواج أو عقد النكاح. حكم النكاح في الحالة الطبيعية المعتادة هو أنه عقد مشروع. معنى كلمة مشروع معنى أن الله تبارك وتعالى جعله شرعا نتبعه، وكونه سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب ومندوب إليه أي مطلوب لتعمير هذا الكون. هذا العقد عقد النكاح له أدلة من القرآن ومن السنة.
وما دام قد وجدت أدلة من القرآن ومن السنة على مشروعية هذا العقد، فلا بد وأن يجمع علماء الأمة على مشروعيته، إذن فيكون هذا العقد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما ثبوته بالقرآن الكريم فقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأما ثبوته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث كثيرة، نذكر منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلا، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام معذور لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إحنا بالنسبة لنا وضعنا هيكون إيه؟ لا، ده يبقى المطلوب مننا إن إحنا حتى ترفع لنا درجاتنا يبقى لابد وأن نعمل أكثر من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا ملناش عذر. فقال رجل منهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني أخذ العهد على نفسه أن يقيم الليل كله كل ليلة. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني أصوم كل يوم ومفطرش ولا يوم. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، ويعتقد كل واحد منهم أنه بذلك سيعبد الله عبادة أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعد أن تكلمنا عن حكم النكاح ودليله، نتكلم بعد ذلك أبنائي وبناتي عن أحوال النكاح. أحوال النكاح أو حال النكاح من الناحية الشرعية يختلف على حسب حال الشخص نفسه. بمعنى أن النكاح قد يكون سنة مندوب إليه كما قلنا. إمتى؟ في حال اعتدال الرجل نفسه، يعني الرجل حاله عادي، يعني لا هو زي ما بنقول كده بالبلدي مدلوق قوي على الزواج، بحيث ان هو خايف على نفسه ان هو لو ما تزوجش يقع في المحرم، ولا هو الامر بالنسبه له عادي يعني. فهنا في الحاله دي نقول له: ما فيش مشاكل، انت بالنسبه لك مش فارقه معاك تتجوز او ما تتجوزش، في كلا الحالتين انت حاسس براحه نفس وطمانينه قلب وعفه نفس. فبنقول لك لا، عندنا الاحسن بقى ان يسن ليك اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتتزوج حتى تنجب اولادا يذكرون الله عز وجل ويوحدونه، فيكون ذلك في ميزان حسناتك فتكثر حسناتك. يبقى هنا في الحاله دي نقول له: ايوه، في حاله الاعتدال يكون حكم الزواج بالنسبه لك ان هو سنه. لكن لو رأى الرجل في نفسه أنه إن لم يتزوج سيقع في المحرم، يقع في الزنا، في هذه الحال نقول له: لا، الأمر بالنسبة لك اختلف، فالزواج انتقل من بالنسبة لك أنت في هذه الحال من كونه سنة إلى كونه واجب،
اللي هي حالة التوقان بالنسبة لك أو الشوق القوي والزائد إلى معاشرة النساء. وبالتالي نقول له الزواج بالنسبة لك في هذه الحالة واجب. الحالة الثالثة من أحوال النكاح اللي بتتوقف أيضا على حال الشخص ومزاجه، بنقول له في حالة ما إذا أنت نظرت إلى نفسك فوجدت أن خلقك في هذا التوقيت خلق سيء، وخايف أن أنت لو تزوجت واحدة تظلمها وتبهدل بنات الناس، في هذه الحال نقول له إيه؟ لا 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 لا، لا أنت اصبر على نفسك، اوعى تتجوز. ازاي ده الزواج السنة؟ قال لنا أيوة الزواج السنة في حالة ما إذا كنت معتدل، لكن أنت خايف من الظلم وعارف إن أخلاقك سيئة وممكن تظلم بسببها بنات الناس، يبقى في الحالة دي انتظر حتى تحسن من أخلاقك وتهذب من سلوكياتك، وبعد ذلك ينتقل الزواج بالنسبة لك من حالة الكراهية إلى حالة السنة والمندوب. وبالتالي نقول لمن خاف من الجور اللي هو الظلم، الزواج بالنسبة لك في حال خوفك من الظلم يعتبر مكروه. ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي إلى الكلام عن ركن النكاح وبما ينعقد. ركن النكاح يقوم النكاح على ركنين اثنين، الركن الأول الإيجاب والركن الثاني القبول. احنا عرفنا ان الزواج بيقوم على طرفين، زوج وزوجة او زوج وولي الزوجة او وكيل الزوج والزوجة او وكيل الزوج وولي الزوجة او الزوج ووكيل الزوجة، ايا كان هما طرفين، طرف الزوج او النائب عنه او الزوجة والنائب عنها او النائب عنها. طيب الاثنين اجتمعوا وهيعقدوا عقد الزواج، هنا في الحالة دي يعقدوه العقد عشان يتم او يتوجد لابد له من ركنين. الطرفين دول الزوج والزوجة أوليها اللي هو طرف الزوج وطرف الزوجة، الاثنين كل واحد منهم له إرادة هيعبر عنها بالألفاظ. الاثنين دول أكيد أكيد واحد منهم هيبتدي الكلام اللي هو عرض الزواج، والتاني هيقابل هذا العرض إما بالقبول أو الرفض. فهنا اللي هيتكلم الأول منهم ويعرض الزواج، سواء كان الزوج قال تزوجت أو زوجني ابنتك أو أختك، هنا ده بيسمى إيجاب. طب بيسمى إيجاب ليه؟ لأنه بمجرد أن نطق هذا اللفظ في هذه الحال، لو لاقى هذا الإيجاب قبول من الطرف الآخر يبقى وجب عليه أن يتم هذا العقد الذي بدأ. طيب لو الإيجاب أو اللي بدأ الكلام الطرف اللي من قبل الزوجة، سواء كان الزوجة نفسها أو وليها أو وكلها، قال للزوج زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، في هذه الحال هو اللي بدأ الكلام؟ أيوة، يبقى بيسمى بدء للكلام ده أو الكلام اللي قاله هو إيجاب، ويبقى الموقف الطرف الثاني بيكون قبل هذا العرض يسمى قبول. يبقى أيهما بدأ بالعرض، عرض الزواج، بنقول على بنسمي كلامه ده إيجاب، والطرف الثاني بيسمى كلامه قبول. هذا هو الإيجاب والقبول. طب الإيجاب والقبول هنا لابد وأن يتم بألفاظ. طيب يجي بقى السؤال، بما ينعقد
عقد الزواج، يعني بأي ألفاظ يتم الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول دول بيتموا بألفاظ وضعها إيه؟ قال لنا ينعقد الزواج بلفظين، هذين اللفظين لابد ان هما يدلان على الزواج، يدل على الإيجاب والقبول. الاثنين دول، اللفظين دول، اللفظ اللي بيطلع من الزوج واللفظ اللي بيتم او بيقع من الزوجة، لابد ان هما يكونوا اللفظين دول في صيغة الماضي، او على الاقل احدهما ماضي والآخر مستقبل. نضرب مثال فنقول لو ان اللفظين ماضيين، الزوج هيقول ايه؟ ولي الزوجة او الزوجة هتقول ايه؟ الزوج هيقول تزوجت ابنتك. في هذه الحال هذا اللفظ تزوج فعل ماض. طيب، ولما يرد عليه الطرف الثاني اللي هو ولي الزوجة يقول له وأنا قبلت زواجك منها. في هذه الحال اللفظين تزوجت وقبلت الاثنين لفظين ماضيين. طيب، فيتم عقد الزواج. أو أحدهما مستقبل والآخر ماضي، كما لو كان مثلا الزوج قال لولي الزوجة زوجني ابنتك، يبقى ده لفظ إيه؟ دول يدل على المستقبل. يرد عليه ولي الزوجة ويقول له إيه؟ قبلت زواجك منها، يبقى ده لفظ ماضي. يبقى تم العقد هنا أو انعقد عقد النكاح بلفظين، أحدهما ماض والآخر مستقبل. طيب، ينفع الاثنين مستقبل؟ نقول لا، ما ينفعش. فلو واحد منهم قال، لو الزوج قال لولي الزوجة زوجني ابنتك، فقال له ولي الزوجة سأزوجك إياها، يبقى هذا وعد. الاثنين اللفظين مستقبلين فلا ينعقد عقد النكاح، فلا بد وأن يكون اللفظان ماضيان أو أحدهما على الأقل ماض والآخر مستقبل. انعقد عقد النكاح، تلاقت الإرادتان، إرادة الزوج وإرادة الزوجة، وحصل رباط ما بين الإيجاب والقبول، فانعقد عقد النكاح. لكن حتى يكون هذا العقد صحيحا لابد له من شرط، ألا وهو وجود شهود على هذا العقد. فالشهود شرط لصحة عقد النكاح. وما دام هنتكلم عن الشهود ولابد من تواجد شهود، يبقى نتكلم عن الشروط الواجب توافرها في هؤلاء الشهود. يعني مش أي شهود وخلاص، أي حد نجيبه ويشهد على عقد الزواج، لابد من شروط معينة يجب توافرها في الشهود. احنا بنتكلم على عقد الزواج في الشريعة الإسلامية بين طرفين مسلمين، زوج وزوجة مسلمين، يبقى لابد ان اللي يشهد على عقد زواجهم يكون ايه؟ يكون مسلم. هو ده الشرط الاولاني. يبقى اول شرط يجب توافره في الشهود على عقد زواج مسلمين، مسلم ومسلمة، ان يكون الشاهد اللي هيشهد ده مسلم. يبقى اول شرط الاسلام. طيب، الشرط الثاني العقل. ما ينفعش ابدا اجيب واحد مجنون واشهده على عقد الزواج. الشرط الثالث البلوغ. يبقى ما ينفعش ان انا اجيب طفل ما دون البلوغ. يعني لو اتكلمنا عن ان البلوغ بالسن مثلا 14-15 سنة، ما ينفعش يكون الشاهد اقل من السن ده كده وانت نازل 7-8 سنين، 10 سنين، 9 سنين، 3 سنين، واقول ده شاهد على عقد الزواج. لكن لو جبت مثلا شاب او رجل بالغ مثلا 16 سنة 17 سنة، ينفع شاهد على عقد الزواج؟
ينفع ما دام أنه قد بلغ. يبقى البلوغ هنا يؤهله للشهادة على عقد الزواج. يبقى اتكلمنا على الشهود من حيث العدد، وقلنا بأن الشهود لابد أن يكونوا شاهدين، رجلين أو رجل وامرأتين. طيب رجلين أو رجل وامرأتين، أيوة، وأن لابد يكون فيهم، يشترط فيهم الإسلام والعقل والبلوغ. طيب رجلين أو رجل وامرأتين، لأن المرأتين الشهادة بتاعتهم بتساوي شهادة الرجل. طيب ما دام الأمر كذلك، ينفع بدل رجل وامرأتين يبقى أربع نسوة، يبقى كل اتنين محل رجل؟ نقول لا، ما ينفعش، لابد من صفة الذكورة في الشهود في عقد الزواج على الأقل في نصف العدد. يبقى إما أن يكون رجلين أو رجل وامرأتين. في عندنا شرط بقى رابع، ألا وهو شرط الإبصار. هل لابد من أن يكون الشاهد على عقد النكاح مبصر؟ بما أن أنت بتقول شهادة، يبقى معنى كده أن الشاهد ده اللي حاضر الواقعة يكون شاف الزوج وشاف الزوجة، وحصل أن هو متأكد ومتيقن من أن فلان اتجوز فلان. نقول شهادة كفيف البصر على عقد النكاح جائزة، لكن الإمام أبو يوسف قال بأنه تجوز شهادته حال التحمل لا حال الأداء، فلا بد أن يكون مبصرا حال الأداء. فالإمام أبو يوسف فرق ما بين حال التحمل وحال الأداء. إيه حال التحمل وحال الأداء؟ هو دلوقتي إنسان كفيف، فيه اتنين هيتجوزوا، حضر وشهد على عقد الزواج بناء على سمعه لا بناء على بصره. هو حافظ صوت فلان وحافظ صوت فلانة، وعارف ان فلان الفلاني هو اللي قاعد وبيعقد عقد النكاح دلوقتي على فلان الفلانية اللي هو عارف صوتها وحافظه كويس قوي، وبالتالي شهد على عقد النكاح. لكن على قول الإمام أبو يوسف بيقول ان لو لا قدر الله حصل خلاف ما بين الزوجين والأمر رفع إلى القاضي واحتجنا الشهود على عقد الزواج، وجه الشاهد ووجده الإمام القاضي كفيف البصر، فإنه لا يقبل شهادته على هذا النكاح حال أدائه لهذه الشهادة أمام القضاء. نتحول بعد ذلك إلى شرط في عقد النكاح، ألا أو في الشهود على عقد النكاح، ألا وهو شرط العدالة. هل تشترط العدالة في عقد النكاح كما هو الحال في اشتراطها في غير هذا العقد من العقود؟ نقول بأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يشترط العدالة في الشاهد على عقد النكاح، لأنه كانت له رؤية مستقبلية، فوجد أنه كلما مر زمان على الناس قل عندهم الورع والتقوى، وبعدوا عن العدالة إلى الفسق. وبالتالي تخيل لو أن غالب المجتمع كان أكثرهم فسق خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، هل معنى ذلك أنه يتوقف أمر الزواج ما بين الرجال والنساء، وبالتالي ينسد أمامهم باب الحلال فيسعون لاهثين خلف الحرام الذي فتحت أبوابه؟ الإمام أبو حنيفة من أجل ذلك أجاز شهادة الفاسق، أي الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان مرتكبا للمعاصي، حتى لو كانت هذه المعاصي كبائر، فأجاز شهادته على عقد النكاح، فقال بأنه لا تشترط العدالة في شهود عقد النكاح، فينعقد النكاح بحضور الفاسقين. ولذلك أيها الإخوة، نقول
بأن شهادة الفاسق على عقد النكاح جائزة. وقلنا وتكلمنا قبل ذلك على شهادة الأعمى، وقلنا بأن عند جمهور الأحناف والإمام مالك ينعقد النكاح بشهادة العميان، أما أبو يوسف فيجيز شهادة الأعمى أيضا ولكن بشرط إذا تحملها بصيرا. بهذا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير كله عاجله وآجله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.